قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020. طبعا يسعدنا جدا ويشرفنا ان احنا نرحب بسيادتك في جناح قطاع البترول بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبت 2020، ويشرفني كمان يا فندم ان انا واحده من كوادر الدفعه الاولى في برنامج وزاره البترول لتاهيل القيادات الشابه والمتوسطه. المشروع يا فندم بيهدف لاختيار مجموعه من شباب القطاع الواعد وتاهيلهم بالتعاون مع كبرى الشركات العالميه خارج وداخل مصر لفترات تتراوح من 6 شهور لسنة، وده بهدف إعداد جيل من الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع في المستقبل بإذن الله. اسمح لنا يا فندم بس ندي سيادتك لمحة سريعة جدا عن البرنامج من واقع تجربتنا احنا الشخصية. الحقيقة أنا بالنسبة لي البرنامج ده كان حلم وتحقق، لأنه اداني فرصة عظيمة جدا في أني اكتسب خبرات ومهارات كانت هتحتاج سنين كتيرة جدا عشان اكتسبها. البرنامج اللي كان من أهم مميزاته أنه بيضم مجموعة متميزة جدا من شباب القطاع من شركات مختلفة وبتخصصات وخبرات مختلفة، ده بالإضافة إلى الجانب العملي اللي ركز عليه البرنامج بشكل كبير من خلال فترات معايشة مع مجموعة من قيادات أهم الشركات في العالم. كان الهدف منه التعرف على أساليب القيادة الحديثة وبرامج المحاكاة المتطورة جدا اللي بتستخدم في دعم اتخاذ القرار في ضوء الاهتمام بالسلامة والبيئة. شكرا يا فندم جدا، وإن شاء الله دايما تكون سيادتك فخور بقطاع البترول وبأولادك الموجودين فيه. شكرا شكرا شكرا. وقد تفقد السيد الرئيس أجنحة المعرض الذي يعقد من 11 وحتى 13 من فبراير الجاري تحت عنوان شمال إفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة. حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات. Thank you for welcoming us to this country. احنا بنرحب بيكم ومشجعين وداعمين. Thank you Mr. President. Thank you so much. وعلى هامش المعرض التقى السيد الرئيس مع رئيس شركة بريتش بتروليوم البريطانية السيد برنارد لوني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. السيد الرئيس أشاد بما حققته مصر من تطور لافت في مجال الطاقة وتنوع مصادرها وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص. كما استقبل سيادته رئيس مجلس إدارة شركة بيكتل الأمريكية السيد براندون بيكتل، حيث أعرب عن تقديره لنشاط الشركة العالمية في مصر وللتعاون القائم معها، مؤكدا سيادته حرص مصر على الاستفادة من خبرات الشركة ليس فقط في قطاع البترول والغاز وإنما أيضا في قطاع النقل والتشييد. كما استقبل سيادته السيد أوليفييه لوبوش رئيس شركة شلامبرجي العالمية المتخصصة في مجال البترول والغاز. اللقاء تناول التأكيد على دعم أنشطة الشركة في مصر